جزاكم الله كل خير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج من اقوى البرامج في عمل الرندر واسهلها، يعني يجمع بين القوه وبين السهوله. تمام، مش محمد معلش، خليني عادي تمام عشان بس اعرف اركز. طيب البرنامج ده يجمع بين القوه، قوي جدا وفي نفس الوقت سهل جدا، قوي بشكل يعني ايه، ان انت تقدر تعمل رندر بشكل احترافي والناس كلها تبقى عاجبها الحاجه، حاسه ان ده 3 دي ماكس، ده مايا وهكذا، وفي نفس الوقت اسلوبه سهل جدا، وفي حاجات لو احنا حاولنا نعملها في البرامج العاديه بتاخد مننا جهد كتير. تمام، انما لما بنعملها في برنامج ليون مجرد بس ان انت بتحطها بس كده دراج اند دروب زي ما نشوف مع بعض. انا يعني مثلا انا بعمل بشغل للشركه حاجات داخل يعني تبع كاس العالم، انت عارفين كاس العالم 2022 في قطر، ففي حاجات كتيره جدا بنعملها تمام بالبرنامج دوت. وفي نفس الوقت ابني لسه عنده 4 سنين عجباه البرنامج، في اي وقت انا عايز اشتغل على البرنامج دوت بدل ما اشتغل على اللعبه يشتغل على اليوم. طيب اليوم بيعمل ايه؟ بيعمل رندر، فمش هو اللي هيعمل لك الموديل. الموديل زي دوت مثلا، ده انت بتعمله بالسكتش اب، بتعمله بالريفيت، بتعمله بالاركيكاد، بالاوتوكاد، بالراينو، بالفيكتور ووركس، بالبريكس كاد، وده من البرامج المشهوره بس لسه ما خدش حقه، من البرامج الحلوه يعني القويه. تمام، وهكذا. طيب لو انا ما عنديش يعني انا شغال على برامج غير دول، مجرد بس ان انت تسيف بالامتداد اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي خلاص البرنامج اشتغل. يعني هو البرنامج معتمد ان هو بياخد امتداد معين ايا كان السوفت وير اللي انت اشتغلت بيه، بس هو في بلاجن خاصه بالبرامج ديت. على سبيل المثال مثلا برنامج الريفت، لو انا جيت انا هنا مسطب مثلا 3 برامج، وان شاء الله الـ3 دول يعني هشرحهم كل يوم برنامج فيهم، مركز على واحد فيهم، برنامج اليون وبرنامج انسكيب وبرنامج التوين موشن. لو انت عايز نصيحتي، التوين موشن مجاني، فانت كده خرجت من مشكله الشراء والكراك والحاجات دي كلها. برنامج اليوم اللي احنا هنشرحه دلوقتي وهتشوفه قوي جدا وحاجه فوق الخيال، وانسكيب، والتلاته بتقدر من خلالهم بسهوله جدا تعمل فيرشوال رياليتي، ان انت تلبس النظاره وتبقى شايف كل حاجه حوالين المبنى. طيب خلينا نروح مثلا لليون لان هو اللي هنتكلم عنه النهارده. طيب انا كل اللي انا اعمله ان انا بقف على مشهد 3 دي ببدا اجهزه، يعني ممكن ما تكونش انت عايز الحاجات ديت خلاص بتعمل لها اخفاء، ممكن تروح عامل مثلا سيكشن بوكس مثلا هنا بحيث ان انت ما تشوفش. طيب السيكشن بوكس مش موجود، نخش بقى في حاجات بريفيت، سيكشن بوكس موجود هنا او متعلم عليه، يبقى هو غالبا مخفي بسبب اللي هي النضاره. ممكن نعمل ريفال تمام ونعلم على السكشن بوكس ونقول له ان هايت تمام، وبعد كده تقدر تاخد السكشن بوكس بتاعك مظبوط وتروح مصدر للبرنامج. طيب انا هقول له خلاص احنا مش عايزين دوت، ونقدر هنا من السكشن بوكس تتحكم في الجزء اللي انت محتاجه، وبعد كده هتقول له انا عايز اعمل اكسبورت، فبيقول لك انت الانترسكشن بتاعتك اي نقطه، يا اما سيرفي بوينت اللي هي الترو نورث، يا اما البيز بوينت. انا هشتغل بالبيز بوينت. طيب السموثنج انت عايزها هاي ولا نورمال ولا لو، التكتشر عايزها معاك ولا لا، لو في لود عايزها ولا لا. فانا اقول له انا عايز اعمل اكسبورت بالشكل دوت، وتدي له الاسم اللي انت عايزه والامتداد اللي هو الدي اي اي. يعني اي برنامج من برامج الرسم الهندسي تسيف دي اي اي هيقراها ويشتغل بدون مشاكل. ده مشروع مطار مالناش دعوه بيه دلوقتي عشان يعني ما ينفعش يظهر. طيب كده انا عملت ايه؟ صدرت اللوحه ديت لبرنامج ليومن، مجرد ان انا سيفته على امتداد دي اي اي خلاص هيخش على البرنامج ويشتغل بدون اي مشاكل خالص. تمام، هو كده خلاص خلص التصدير ما خدش ثواني. مجرد تروح بقى لليومن ونبدا نشوف القايمه دي واحده واحده مع بعض. خلينا دلوقتي مثلا هقول له نيو، نيو يبقى هيفتح لي مشروع جديد، فبيقول لي انت عايز انهي واحده من دول، وكل واحده من دول تقدر تعدل فيها لحد ما توصل للحاجه الثانيه، يعني تقدر ترسم دي ودي ودي وهكذا. طيب خلينا نبدا مثلا بالشكل دوت اللي هو منطقه مثلا بين الجبال، هتدوس عليها هيبدا يفتح وتعمل انسيرت للشكل بتاعك. ميزه البرنامج دوت ان هو منظم جدا، فما بتوهش في الحاجه اللي انت عايزها، ما فيش اوامر قديمه. يعني في بعض البرامج ايه نزل امر جديد بيحتفظ بالجديد والقديم فتلاقي نفسك تايه. لا هو انا منظم جدا، الاوامر القديمه اللي بتاخد وقت خلاص اتلغت وبيركز على الاوامر الجديده.
فكل اللي انا اعمله ان انا هقول له امبورت نيو موديل، تمام، وهنشرح كل قواعد دي باذن الله. امبورت نيو موديل، وابدا اختار الشكل اللي احنا عملناه واقول له اوبن، فيبدا يقول لك بقى طب الشكل ده هتسميه بالاسم دوت، طب هتحطه في انهي فولدر؟ تبدا تختار للتنظيم، يعني تقدر تعمل نيو كاتيجوري فولدر، الفكره كلها في تنظيم الشغل بتاعك. طيب لو في انيميشن في الشكل دوت، عايز الانيميشن ولا لا؟ ما عندناش انيميشن. طب لو في ايدج ولاين عايزها ولا مش عايزها؟ اون اوف. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، الموضوع انت بتشتغل كانك شغال في لعبه، فبرنامج تحفه خالص. كل اللي انت بتعمله بقى بتبدا تحط النقطه اللي انت عايزها اهوت، تمام، ودي اشكال موجوده من قبل كده، تقدر مجرد تختار وتدوس هيجي معاك الحاجه بالشكل ده. طيب بعد كده ممكن تقول له مثلا عايز اعمل موف سيلكت الحاجه وتبدا تتحرك. طيب انا هتحرك ازاي؟ ممكن بالماوس، تمام، الزر الايمن يخليك وانت واقف في مكانك بتلف حواليك. طيب عايز تقرب هتدوس حرف الدبليو، ودي موجوده في اغلب الالعاب، تمام، او دوس شيفت مع دبليو هتمشي بسرعه، او البقره البقره اللي في النص، تمام، الماو بتاعت الماوس، حرف الكيو تطلع والاي تنزل. كل الزرار دي الناس اللي هي شغاله العاب عارفه دي الزرار الافتراضيه اللي موجوده. طيب انا دلوقتي مثلا اهو موجوده في الشكل دوت، وعايز مثلا خلينا ناخدهم واحده واحده، يعني لو جينا نبص هنا دي اوبجكت، تبدا تحط بقى العناصر اللي انت عايزها. يعني ممكن تقول له انا عايز احط عناصر اللي هي موجوده في الطبيعه، مجرد تحدد الشكل اللي هو بليس، تمام، وتبدا تقول له مثلا انا عايز اشجار، هديك انواع كتيره من الاشجار والازهار وال يعني حاجات شكلها حلو جدا، في صخور مثلا، تبدا تحدد الاشجار اهيت، مجرد ان انت تحطها بيظبط لك حاجات كتيره جدا، بيظبط لك الظلال اللي موجوده، تمام، ونقدر نحط صوت للعصافير اللي موجوده في الشجر، تمام، فحاجه تحفه جدا. ولاحظ ان هو في الريال تايم، يعني ما بتعملش حاجه، ويعني في برامج بتبدا انت تشتغل بيديك خطوط كده وما يدكش القوه بتاعت الريندر، ما تبقاش شايف حاجه غير وانت بتعمل الريندر، تبدا تلاقي الحاجات مجسمه عندك، انما هنا لا، وانت بتشتغل بتشوف الحاجه زي ما هتحصل في النتيجه النهائيه، كانك انت في البيئه بتاعت الريندر، تمام. البرنامج ده مساحته تقريبا 20 جيجا تقريبا يعني، ف بس في مكتبه حلوه جدا، ممكن تقول له مثلا انا عايز حاجه بقى فيها ديتيل اكتر، فتختار مثلا حاجه بالشكل دوت. لو حاجه عجبتك ممكن تدوس هنا فتختار انها تبقى موجوده في المفضله، بحيث لما تيجي هنا تلاقي الحاجه اللي انت بتحب تشتغل عليها، ما تقعدش تدور عليها. اه نحط مثلا الشجره ديت، فهو في مكتبه كويسه جدا. لو انت عايز تحط اشخاص، والاشخاص دول تقدر تدي لهم حركه، يعني انا مثلا اخترت الشخص دوت حطيته هنا، هنشوف من ضمن الادوات ان انا اقدر ادي له حركه بحيث ان هو يتمشى، بحيث وانا بعمل الفيديو الاقي الناس بتتمشى، الاقي العربيات بتتحرك وهكذا. تلاقي عندك مثلا في سمك لو انت عندك حاجه معينه. طيب خلينا نشوف الطيور مثلا، تمام، مجرد ان انت مثلا اخترت حاجه زي كده او طائر زي دوت، تمام، وبدات تحطه هنا، حصل ايه؟ حصل له حركه على طول، يعني هو ما نزلش وسيبت في مكانه، لا ده بدا يتحرك اهو، شايفين الحمام او البط اللي بيطير، تمام. كل دول طبعا بتقدر تظبط الارتفاع بتاعهم، تقدر تعمل عليه سيلكت مثلا على اي واحد من دول وتبدا تحركه من مكانه مثلا اهو، تمام، تقدر تديله خصائص، يعني ممكن تحدد مثلا الراجل دوت تقدر تنقله، تقدر تغير الارتفاع بتاعه، تقدر تعمل له موف هورزنتال وهكذا. ففي شويه امكانيات كويسه جدا، ممكن تقول له طيب انت تغير في الاكس والواي والزد فيتحرك معاك في المكان اللي انت عايزه. هتلاقي عندك بعض المؤثرات، المؤثرات دي حاجه لذيذه جدا، تقول له مثلا عايز تضيف مؤثر مثلا بتاع نافوره. تخيل بص انت مجرد حطيتها بدات تجيب لك ميه والحاجات دي كلها، بتبقى مبهره جدا بالذات مثلا في المشاريع الحقيقيه والمشاريع التخرج والحاجات دي كلها، تقدر تختار نافوره. انا مثلا في مول قطر اخترت مثلا الشلال دوت، كان عندنا في المدخل اول ما تدخل بيبقى فيه زي حاجه بالشكل دوت، خلينا مثلا نحطها هنا، واول ما تحطها تقدر تدخل في الخصائص بتاعتها وتعدل فيها زي ما انت عايز، يعني تقدر تكبرها تصغرها، مش مجرد حطيتها وسبتها، لا تقدر تحط مثلا النافوره دي هنا، وتقدر بعد كده تيجي تعمل عليها سيلكت، تمام، اهي عملت سيلكت على ديت، فيبدا بقى يجيب لك السايز بتاعتها، تقدر تكبرها، تقدر البريشر بتاعها وهكذا.
اكسترا كولر، تبدا يزود لك الوان مثلا معينه فيها. تمام. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها برضو موضوع التنظيم. يعني ايه تنظيم؟ ساعات الواحد بيبقى الجهاز بتاعه بطيء، فعشان الجهاز ما يبطأش معاك اعتمد على موضوع الليارات. شايف موضوع الليارات ديت؟ الليارات دي زي ما احنا متعودين في الاوتوكاد وفي الريفت وفي كل حاجه، الليارات لو دوست هنا يبدا يخفي لك اللاير، الحاجات الموجوده على اللاير ديت. تمام. يعني وانت طب انت تختارها منين؟ اهي ده مثلا النافوره دي محطوطه على لاير واحد، ممكن تعمل سيلكت وتحطها مثلا على لاير اربعه. خلاص يبقى انت نقلت دي على لاير اربعه، فلو جيت هنا وطفيت لاير اربعه خلاص النافوره دي اختفت. بحيث لو انا مثلا شغال في جزء معين والجزء التاني مش محتاجه بس بيدخل معايا في الرامات اقدر اتحكم واقفله. الله يكرمك، شكرا جزيلا. تمام. فالبرنامج فعلا فيه قوه كبيره جدا. يعني الناس انا شغال عليه مثلا من 2008، بس كنا نطلع الشغل الناس تقول لك ايه ده، انت اكيد قعدت فيه سنه سنتين، بينما انت ممكن ما تكونش قعدت في 5 دقائق. يعني زي ما انت شفت احنا بنضيف طائر ويقعد يلف حوض السباحه، بنقعد نضيف شويه سمك مجرد بس كليك كده تخلص. تمام. عندي حاجات خاصه بالانتريور، مكتبه قويه جدا بالانتريور، وفي حيل بعد كده احنا بنشوفها مع بعض تبقى لذيذه ان شاء الله. الوقت يسيع ونبدا نشوف افكار حلوه. مجرد ان انت تقول له بليس وتختار حاجه من الحاجات ديت، يعني حاجات صغيره جدا تتحط على الترابيزه تلاقيها، وعندك مثلا ممكن تحط سيلينج فان مثلا، وكل حاجه تقدر تديها حركه وتقدر تعمل مؤثرات سينمائيه. وفي حاجات خاصه بالذات للناس اللي بتحب التصوير وانواع العدسات والحاجات دي موجوده بشكل قوي جدا. تمام. زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض. في حاجات خارجيه مثلا او الدور. تمام. بتلاقي مكتبه هي كبيره جدا، ممكن مثلا تلاقي حاجات خاصه باللايتنج، هتبدا تختار مثلا حاجه زي كده وتقول له انا عايز احط مثلا ديت. خلينا نشوف مثلا الحاله بتاعت اللايتنج مثلا. طيب انت حطيت اللايتنج. طيب هنشوف دلوقتي هنخلي الجو كله بالليل وازاي نخلي فيه اناره. تمام. طيب خلينا نخش كده في الوزر ونرجع تاني اللي احنا كنا فيه. لو انا حركت بس المؤشر كده يا بقى الدنيا بالليل، تصور الموضوع سهل جدا. تمام اهو. فانت بقى تقدر تيجي هنا وتقدر تغير في اتجاه الشمس بحيث مثلا الجزء اللي انت عايزه. تمام. تقدر تتحكم في السحب. لو احنا بصينا كده فوق، انا بدوس بالزر الايمن عشان اطلع فوق وببدا اكتر السحب او اقللها بالشكل دوت، وكذلك الشمس تقدر تزود فيها وتقلل وتتحكم فيها. ودي الحاجات البسيطه جدا. في جوه البرنامج حاجات تفصيلات اكتر لموضوع الشمس دوت، تقدر تعمل دراسه للشمس شهر ديسمبر لمده 10 سنين وهكذا. تمام. هنا تقدر تختار الشمس الحقيقيه، تقدر دي صور بصور حقيقيه وانت بقى بتختار، فهو اوتوماتيك بيظبط لك كل حاجه. يعني لو قلت له مورنينج في الصباح يبدا يجيب لك، طب انا عايز اشوفها بالليل ايفنينج. تمام. فيبدا يجيب لك الهيئه كلها وحاجات حقيقيه. تمام. طيب انا هلغي ديت وانزل بس كده سنه صغيره. تمام. وبعد كده هبقى اخليها بالليل خالص. طيب انا جيت هنا. تمام. انا مش شايف اصلا الحاجه اللي انا عايز اعملها. طيب هطلع كده اخلي فيه شويه نور. وهنشوف ازاي الحقيقه لو انا الجهاز بتاعي بطيء اقدر اخلي جهازي يبقى سريع. تمام. طيب حد يفكرني بس. طيب انا هاجي هنا مثلا انا عايز اضيف ايه؟ عايز اضيف اناره، فهاجي هنا عند اللايتنج بلاقي حاجات كتيره بالشكل دوت، ممكن تختار اي واحده فيهم وتبدا تحطها. لو انت حطيتها هنا هي تتحط على الارض، لا انا عايز احطها هنا كده. واقعيه جامده جدا ان هي فعلا هي دي اللي بتنتشر الضوء. طب انا عايز الضوء يبقى مختلف شويه، يصغر او يكبر او كده، تعمل سيلكت وتيجي هنا تختار بقى البريتنس، عايز يكبر بالشكل دوت، لا ده كده هيبقى شكل وحش. التأثير بتاعها بينتشر ازاي اهو، الكون انجل بتاعتها. طب شو لايت سورس، النقطه بتاعت السورس دي ممكن تقول له اون او اوف. تمام. النايت اكتف تقدر تقول له مثلا اوكي، يعني تشتغل بالليل وبالنهار تتقفل. تمام. او راندوم. الشادو، هل انت عايز الشادو بيعملها بشكل متوسط، ممكن تقول له لا هواي او دايناميك وهكذا. خلينا نيجي هنا ونخليها بالليل، فبدات الاناره بتاعتها تبقى شغاله. تمام. طبعا احنا بنحط بقى انارات تانية هنا بحيث انها ايه تبقى موزونه شويه ما تبقاش عتمه قوي كده. طيب ممكن نضيف حاجه جميله، ممكن نضيف حاجه جميله، ما نضيفش حاجه جميله اللي احنا صغيرين.
طيب خليني اطبق كده. بس هي الفكره كلها ان انت بتربط كذا عنصر مع بعض بحيث يدي واقعيه. في بعض الحيل كده بسيطه بتفرق بين حد بيعمل رندر وواحد مثلا ايه فاهم هو بيعمل ايه. ممكن تيجي هنا مثلا في الساوند وتقول انا عايز اضيف ساوند. دي من ضمن الحاجات الغبيه في البرنامج انا بسميها كده، ان انت ما تقدرش تعرف هو ايه غير لما تقف عليها. تمام؟ فانت لازم بقى ايه تبقى حافظ الصوت بتاعتها. ده مثلا حمام سباحه، او انت تقعد تغير الاسامي بقى زي ما انت عايز. طيب انا اصلا عايز الحاجات الطبيعيه بتاعت. تمام؟ طيب فورست. طيب انا اخترت مثلا الغابه دي. طب ايه الحاجات اللي ظهرت دي كلها؟ انا اعمل سيلكت كده واقول له هنا، هيقول لي ده مرتبط بالصوت، عايز ازود الصوت. في دوريه صغيره لما بقرب منها بيبقى صوت عالي جدا زي ما انتم شايفين. انا كده بره الدايره الصغيره، ممكن اكون موجود في الدايره الكبيره. الدايره الكبيره ممكن تتحكم فيها. طيب انا هصغرها شويه. تمام؟ لو انت بعيد انت في مكان تاني خالص مش سامع الصوت. بس وانت ماشي قربت من مصدر الصوت. سامعين الصوت؟ تمام؟ كل ما تقرب من مركز الصوت من الحديقه تبدا تسمع الصوت. طيب الناس اللي هناك دول عايزين نسمع لهم صوت برضه تيجي هنا وتبدا تحط لهم صوت. مش ساوند هنا تقول لهم انا عايز اسمع صوت بيبل. اه. يبقى انت لو قربت من الناس دول تبدا تسمع الصوت اول ما تخش جوه عندهم. تمام؟ تعال نعمل سيلكت كده فوليوم. طيب عندي برضو بعض الادوات اللي هي اليوتيليتيز. اليوتيليتيز فيها حاجات كويسه جدا زي هنا مثلا. بدأ الصوت يشتغل، كان في مشكله. عندي حاجه اسمها كليب بلان. كليب بلان ده بيفيدني في ان انا اعمل حركه كأن المبنى بيتبني. تمام؟ اقدر اتحكم فيه بحيث ان انا اشوف جزء من المبنى جزء جزء، واقدر اتحكم فيه ان انا افضل اطلع فيه زي ما انا عايز. تمام؟ خلينا نروح كده عند الناس اللي كانت واقفه دي. هتلاقي الصوت بتاعهم بدأ يظهر. يمكن بس البرنامج كان معلق شويه. طيب في اليوتيليتيز ممكن تلاقي برضه حاجه خاصه بالجريد. تمام؟ انت شايف انا بطلع وبنزل اهو، اقدر اخد كذا لقطه بحيث ان انا اوهم الناس ان الحاجه بتشتغل. ممكن اعمل جريد مثلا. ممكن اخد قط في الحاجه اللي انا عايزها. تمام؟ ممكن اقول له لا ده انا عايز بقى اقيس مثلا، فتبدا تقيس مثلا من هنا لهنا. يبدا يقول لك الارتفاع بتاعها كام متر. تمام؟ وهكذا. ممكن اتحكم في الريفليكشن. طيب الحاجة التانية، الحاجة التانية أنا ممكن أجي هنا. خلينا نبعد بس عن الصوت. عندي حاجة هنا برضو خاصة بالماتيريال. يعني إيه الماتيريال؟ يعني أي عنصر من دول أقدر أعمل عليه سيلكت. تمام؟ ده الإزاز، ده اللي هنا، ده العنصر اللي هو بين الإزاز، تعمل عليه سيلكت وتبدأ تختار زي ما أنت عايز. تبدأ تقول له مثلا أنا عايز الجزء ده يبقى ميتال، عايزه يبقى هو مقسمهم لك مثلا حاجات خاصه بالكلر، حاجات خاصه بيه. انا هبعد شويه عن الناس دول. تمام؟ هنشوف لو احنا عايزين نلغي الصوت ده ممكن نعمل فيه ايه. طيب هنا مثلا الووتر فلو، هنا الووتر العادي، هنا العناصر بتاعت ممكن تقول له انا عايز العناصر ديت. تبدا تختار حاجات خاصه بالاوت دور، يبدا بقى يجيبها لك. حاجات خاصه بالجلاسز، حاجات خاصه بالكونكريت، بالميتال، فيجيب لك حاجات خاصه بالميتال. وكل واحدة من دول أول ما تختارها بيبدأ يعمل لك التأثير هنا، وتقدر تدوس عليها مرتين، تقدر تدخل جواها، تقدر تعدل فيها كل اللي أنت عايزه لحد ما توصل للحاجة اللي أنت مناسبة ليك. طيب خلينا نختار ماتيريال تانية. مثلا الماتيريال ديت أول ما تسلك قعدت عليها بيعمل سلكت عليها كلها، وتقول له مثلا ده أو الدور، وده مثلا عايزه بالشكل دوت بلاستر مثلا، يبقى يديها اللون بلاستر. طب أنا عايزها خشب مثلا، مجرد ان انت تختارها يبدا يطبق لك الخشب. هقول له اوكي، خلاص هو هيطبق الحاجات دي. خليني بس اجي هنا عند الصوت وابدا اعمل سيلكت على الصوت اللي انا عايزه، واقول له سيلكت ديليت.
كده احنا ايه استريحنا من الصوت دوت، انا صدعت منه الصراحه. تمام. طيب ده بالنسبه للماتيريال، الماتيريال مكتبه قويه جدا من الماتيريال، تقدر تختار وتعدل الماتيريال زي ما انت عايز. تمام. لو انت جبت ماتيريال ولقيته مش هو ده اللي انت عايزه، طيب بلاقي عندي اللاندسكيب، وبلاقي عندي مثلا هنا بتحكم انا في الارتفاع بتاع الارضيه مثلا، ممكن اجي هنا اقول له مثلا انا عايز اتحكم في الهاي. فلو جيت هنا وطبعا دي فرشه، بكبر الفرشه واصغرها، والسبيد بتاعتها برضو اقدر اتحكم فيها، فاقدر اكبر الفرشه اهي كده، انا بخلي الارض ترتفع شويه، ممكن يكون هو ده اللي انا عايزه. ممكن اقول له لا ده انا عايز اعمل انخفاض. طيب خلينا نعمل انخفاض كده، ننزل تحت شويه. طيب ممكن بعد كده اهي تقول له مثلا انا عايز اعمل فلاتر، يبدا يسويهم ببعض. طيب ثانيه، كرسي الصغير، كرسي العربية، كرسي العربية. تمام. طيب اللي جنب التلاجة. تمام معلش ناسي. تمام. طيب ممكن بعد كده تقول له انا عايز اعمل سموث للحاجة، يعمل لك سموث. طيب انا عايز اضيف مثلا شويه ووتر، ميه. تمام. فببدا اقول له مثلا عايز الميه هنا، وبعد كده احرك النقطه ديت لهنا بالشكل دوت. تمام. وبعد كده ممكن اقول له ان انا عايز اطلع بيها او انزل بيها زي ما انا عايز. دي هنا كده انا بتحكم في العنصر اهو، اقول له انزل بيها شويه، فخلاص كده بقى عندي زي بحيره ميه في قلب الشكل بتاعي. تمام. تقدر تتحكم في نوع الميه، ممكن تقول له مثلا عايز ميه بالشكل دوت اهي. تمام. طيب تقدر تقول له مثلا انا عايز اعمل محيط في وسط المحيط. هو هنا المحيط مديك اون واوف ليه؟ لان انت لما بتشغله بيستهلك كتير جدا في الرامات. تمام. تقدر بقى تيجي هنا وتتحكم في حركه الامواج وهكذا، تبدا تتحرك اهو بقى اللون بتاعه اتغير، الويند دايركشن بدل ما الميه بتمشي الناحيه دي لا تمشي الناحيه دي. تمام. سرعه الريح، طبعا الريح هتاثر على الرستورة بتاعت المية، الارتفاع بتاعه طبعا دي أهم حاجة، حركة بسيطة كده تبدأ تلمسك غرقت خالص. تمام. تقدر تغير اللون بتاعه، تخلي مثلا المية بتاعتها أخضر، وتقدر تبقى عندك لونين، تدرج لون بين لونين، وممكن تدوس على شيفت على أساس تتحرك بالراحة. بالشكل ده. تمام. كلر بريست، تبدا تتحكم في لون الميه بالشكل دوت. تمام. انا هقول له اوف، اقفل لي الحاجه دي. ممكن تقول له انا عايز مثلا بنت، وتبدا تختار ارسم مثلا حشائش او هرسم صخور، الحاجه اللي انت عايز ترسمها، ويبدا يحطها لك بالشكل دوت. اعمل زوم بس عشان ايه تشوف الحاجه اللي هي بتترسم مثلا اهيت دي حشائش. تمام. تقدر تقول له انا عايز مثلا الصخور ديت تغير نوعها. تمام. خلينا نغير نوع الحشائش مثلا اهو، تقدر تقول له انا عايز الحشائش مثلا من النوع دوت، فغيرها لك كلها مره واحده. تمام. وانت بقى تبدا تشوف مثلا انت عندك الجزئيه دي واخده من اي ماتيريال، تبدا تختار الماتيريال اللي انت عايزها. او ممكن تقول له انا عايز اللاندسكيب كلها تتغير مره واحده، انا عايز ابقى اكون مثلا في منطقه زي كده جليديه او حاجه زي كده. تمام. فالبرنامج زي ما بقول لكم فيه شويه حاجات كويسه جدا. الحشائش نفسها تقدر تقول له اون، وتبدا بقى تقول له انا عايز اتحكم في الحشائش السايز بتاعتها قد ايه، واللايتنج قد ايه، والحاجات دي كلها. وهنا اوبن ستريت ماب، ده اوبن سورس، ان شاء الله بنحاول نعمل في الوطن العربي كله عامل زي جوجل مابس. تمام. طيب هنا اللاندسكيب جريس تقدر تتحكم فيه، البنت هنا تقدر تقول له انا عايز مثلا نرجع للحشاشه العاديه بتاعتنا. هو في مكتبه حلوه بالشكل دوت اهي. طيب خلينا نخش الشمس، احنا شفناها زي ما انت شايف كلها حاجات سهله وبسيطه، طبعا في قصص ويعني وتفاصيل اكتر. مش عارف في سؤال ده ليا ولا حد تاني. طيب ده هنا دي مساحه العمل لو انت شغال هنا. تمام. طيب هنا لو انت عايز تاخد صوره هنشوفها مع بعض، هنا لو انت عايز تاخد فيديو. تمام. هنا لو بانوراما اللي هو الفيرتشوال رياليتي. تمام. طيب ديت هترجع للشاشه اللي احنا شفناها في الاول خالص. تمام. طيب هنا هتلاقي عندك النيو حاجه جديده، اكزامبل دي يعني كذا مبنى موجود بحيث تقدر
تختار منهم أمثلة هنشوفهم مع بعض. هنا الكمبيوتر سبيد السرعة بتاعتك، تمام؟ طيب أنت ممكن تلاقي السرعة بتاعتك قليلة شوية، تمام؟ لأي سبب من الأسباب، ممكن البروسيسور، الرامات، كارت الشاشة وهكذا. طب إيه الحل لحاجة زي كده؟ الحل بسيط، شايف الترس دوت سيتنج، دوس عليها بيقول لك بقى الإعدادات بتاعتك، تمام؟ لو أنا قلت له 100% أنا عايز يعني وأنا شغال أشوف الرندر النهائي أكيد الجهاز بتاعي هينتحر، هو ده مش الطبيعي أصلاً في البرامج بتاعتنا. في البرامج بتاعتنا تقريبا بيشغل 25%، يعني بتشوف بس كده ايه سوليد وحاجات زي كده، ما بتشوفش حاجات في شغلك حقيقي. فانا اعمل هنا 66، لو عملتها 100% ممكن تلاقي الارقام بدات تقل. ممكن انت تلاقي الجهاز بتاعك بطيء، تعمله 50 66 100 لو انت كمبيوتر شغل وانت دايما مدير. طيب الوحدات القياس بتاعتك هتختار وحده القياس اللي انت عايزها، الايرور لو في ايرور يبدا يسجلها لك ولا لا. الريكفري انا بحب طبعا اشغل الريكفري الاحتياطي، الكهرباء قطعت او حاجه زي كده. يوز لارج سيمبل دي اللي هي لما تحط مثلا تختار ان انت عايز تنزل شجره يجيب لك نماذج كبيره ولا نماذج صغيره، تمام؟ طيب في هاي كواليتي تري، يعني الشجر اللي انت شفتوه ده وكان شكله حلو، في حاجه اسمها انيبل هاي كواليتي تري، فهتشوف الشجر بجوده اعلى، بس ده طبعا هيكون على حساب الرماد، كل حاجه وليها الحساب بتاعتها، تمام؟ طيب ممكن تقول له ميوت ساوند، يعني انا احط الساوند زي ما انا عايز بس ما يظهرش غير وانا بعمل الفيديو. فدي من ضمن الاختيارات اللي انا لو اتحكمت فيها بشكل حلو ورجعت باك وقلت له كمبيوتر سبيد وقلت له ريران بنش مارك، يعني اعمل البنش مارك تاني او اعمل قول لي نتيجه الحاجه بتاعتي، ممكن تلاقيها بدات تبقى احسن لو انا قللت الشغل بتاعي، تمام؟ هنا انا زودت فالبروسيسور بدا يقل، فاقدر اجي هنا واقول له مثلا عايز 50%، ده السبب ديت، هقول له تسيبه الهاي كواليتي، تمام؟ واقول له 66 وارجع تقول له بقى ايه اعمل لي الرام بانش هاي مارك تاني. طيب ده هنا بيعمل البانش مارك ان بروجريس، بياخد ثواني وبعد كده يقول لك امكانيات الجهاز بتاعتك ايه او ايه المشكله في ايه. ممكن يكون كل حاجه عندك كويسه ما عدا كارت الشاشه او الرامات، فيبدا يقول لك النتيجه بتاعتك ايه. طيب تعالى بقى نقول له مثلا انا عايز اشوف مثال للشغل، دي حاجات جايه مع البرنامج ودي مباني مشهوره، تمام؟ طيب كل واحده من دول هتلاقي فيها امثله حلوه او حاجات احنا بنحتاجها. طيب هقول له مثلا عايز المبنى دوت، ده مثال يعني اقل حاجه اللي هو يعني معمول بابسط حاجه، مبنى بسيط جدا يعني. في اي حد عنده اي اسئله قبل ما نكمل او على ما يعمل لودنج؟ لو انا قربت كده مثلا من هنا من الشكل دوت، تمام، وعايز اخد لقطه فيديو كده، تمام، هتلاقي الموضوع سهل جدا بسيط جدا. يعني ممكن اجي هنا اظبط الكاميرا بتاعتي، خلينا ندخل هنا مثلا ان انا عايز اخد فوتو، تمام، اهو خلينا ناخد لقطه جديده، دي حاجات موجوده جاهزه. الله يكرمك يا استاذ، ان شاء الله يعني لو دخلنا ابسط حاجه في موقع اسمه جيت اهو دوت، الموقع دوت جيت انتو بي سي وتكتب ليومن اهوت، بيبدا يجيب لك الاصدار العاشر، تمام. طيب هنا انا هاجي هنا اقول له انا عايز اخد مشهد جديد، مجرد ان انا هدوس هنا هيبدا يشغل لي موضوع الكاميرا وفي مؤثرات حلوه قوي. طيب ابسط حاجه اللي هي هوريزونتال اي ليفل، بقول له ظبط لي الهوريزونتال اي ليفل وبتدي له الارتفاعات اللي انت عايزها. سي اي ليفل يعني المكان اللي انت واقف فيه عينيك وانت باصص فين، تمام. بعدين العدسه ديت بتبدا تقرب وتبعد، يعني انت واقف بعيد خالص بس انت قدرت تعمل زوم على الجزء دوت، فدي بتبقى حاجه كويسه جدا. حسب المكان اللي انت واقف فيه تقدر تقول له انا عايز ازود العدسه بتاعتي، تمام، بحيث ان انت تقرب جامد جدا من الحاجه اللي انت عايزها، ودي بتعمل بيها مؤثرات كويسه جدا يعني. طيب ممكن تلاقي بقى هنا بقى ايه كاستم ستايل، تقدر تختار مثلا انا عايز حاجه رياليستيك، فيبدا يظبط لك الاعدادات دي كلها بتاعت الاناره والشمس والريفليكشن والسكاي لايت والشادو، كل الحاجات دي بتظبط مره واحده. طيب ممكن اقول له لا ده انا عايزها مثلا داي تايم، يبدا يظبطها لك برضه، تمام، تلاقي المشهد اختلف. طيب انا عايزها بالليل نايت،
يبدا يظبط كل الحاجات الاعدادات بحيث انها تبقى مناسبه بالليل بالشكل دوت، وانت بقى تبدا تحط الاناره بتاعتك، والاناره تقدر تتحكم فيها بحيث ان لونها يختلف وهكذا. مشكله الامبورت في الزيرو زيرو هي هتبقى النقطه اللي انت بتنزل منها بعيده شويه، فانت تقدر تتحرك لحد ما توصل للشكل بتاعك وتشتغل عليه عادي تمام، او تظبطها بقى من المصدر الرئيسي بتاعك وانت بتصدر الشغل. من النايت هنا ممكن تقول له لا ده انا عايز مثلا حاجه مثلا داون كده زي الفجر هي كده، هيبدا يظبطها لك بالشكل دوت، حاجه جميله جدا. طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا اخد لقطه كمان مثلا بعد ما تبعد شويه، تاخد شويه صور جميله جدا اهو، او كنترول 6 تقدر تحط الصوره بتاعتك. طيب ممكن بقى نقول له احنا عايزين كل واحده من دول طبعا ليها المؤثرات بتاعتها. طيب لو انا عايز الغي واحده فيهم بتلاقي علامه الريسايكل بين تقدر تدوس عليها يلغي لك الصوره تمام. طيب ممكن اجي هنا اختار بقى مشهد كده معين واقول له انا عايز ستور كاميرا. طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز انسخ مؤثرات من هنا لهنا، فتعلم مثلا على واحده يكون فيها مؤثرات عجباك مثلا تمام، وتيجي هنا وتلاقي عندك حاجه اسمها ايديت، فتقدر تقول له كوبي افكت كل المؤثرات اللي موجوده هنا، انا مش هقدر اشوفهم واحده واحده، عايزهم في الصوره الجديده اللي انا عايزها، فبنسخ التنسيق من مكان لمكان تمام. خلينا نروح للصوره. اهيت مفيش اي مؤثرات هنا، اجي هنا واقول له من المنيو هنا انا عايز ايديت، ومن الايديت هقول له انا عايز اعمل بيست للمؤثرات، كو افكت كلير افكت بيست افكت تمام. فهيبدا ياخد المؤثرات اللي احنا خدناها كوبي ويبدا ينسخها عندي هنا. طيب او ممكن يكون ما خدش المؤثرات، ايديت كوبي افكت. هو تقريبا ما نسخهاش لسه. كوبي افكت. ايديت لسه افكت. فبدأ ينسخ لكل المؤثرات اللي كانت موجودة هنا، وكل المؤثرات دي هنبدأ نشوفها مع بعض أو نشوف أهمها بحيث حكم فيها. أو تقدر تحط خلفية صورة حقيقية للموقع وكل اللي أنت عايزه تمام. طيب تعالى مثلا الصورة هنا تمام، نهيت خلينا نخرج بره كده شوية. طيب لو أنا خدت الصورة وغيرت مكاني أو غيرت حاجة وعايز آخد تاني، أقول له إيه ستور كاميرا صور لي صورة تانية. طيب الصورة التانية تقدر بقى تلاقي مؤثرات كثيرة تقدر تاخدهم. طيب ممكن اجي هنا اقول له اد افكت، هتلاقي عاده بتبقى كده اللي هم دول بس تمام. ممكن تقول له شو اول فيبدا يجيبهم لك بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا عايز اعمل دراسه للشمس وهكذا، هنشوفهم مع بعض بس هنشوفهم في الفيديو. هي نفس المؤثرات مفيش اي اختلاف خالص. ده بالنسبه للصور. طيب لو انا دوست هنا بيقول لي بقى انت عايز تعمل ريندر للصور دي كلها، فممكن تيجي هنا وتبدا تعلم على الصور اللي انت عايزها. طب لو في صوره انت عملت لها وصدرتها ومش عايزها بتبدا تدوس تشيلهم تحطهم تاني، تقدر تديهم اسامي هنا لو صوره واحده، هنا لو الصور كلها، هنا اديشنال اوتبوت ممكن تقول له انا عايز اسيفها على ليرات، سيف ديبس ماب، او عايز سيف النورمال ماب، او عايز سيف الريفليكشن، عايز سيف اللايتنج ماب، ده كل واحد فيهم تسيف على اللاير لوحديها، سكاي الفا ماب، ماتيريال ماب وهكذا. طيب انت عايز تسيفها بقى بأني حاجة؟ ممكن تسيفها ب 1280 في 720 ولا 1920 في 1000، ولا عايز تسيفها كبرنت او كبوستر، هي كلها مجرد بس ايه المساحة بتزيد والجودة بتزيد، بحيث مثلا لما هطبعها على ورقة غير لما هطبعها متر في متر، غير لما هطبعها على يعني سطح بناية، حاجات زي كده وهكذا. فتبدأ تختار أنهي واحدة من دول اللي انت عايز تسيف عليها. طيب خلينا نسيف صوره تمام. نقول له مثلا كايميل مثلا عشان ما ياخدش وقت،
وتبدا تديله الامتداد اللي انت عايزه، عايز جي بي جي، عايز بي ام بي، عايز بي ان جي، دي جي اي، وهكذا. فتبدا تختار الحاجه اللي انت عايز تعملها. طيب بعد كده ممكن تقول له انا عايز موفي. الموفي بيفرق حاجه بسيطه عن الصوره، وهو على الاقل يبقى معاك صورتين. يعني خلينا نعمل موفي جديد اهوت. عندي ثلاث اختيارات، لا اما ريكورد، تمام. ريكورد معناها ايه؟ هتسجل اللقطتين وهنشوفها مع بعض صوره، او تدخل موفي. بمعنى انت كل انت ممكن انت عشان تعمل شغل حلو في اليومن، او بتعمل مثلا ووك ثرو للمبنى، فبتاخدها على كذا لقطه، كذا شوت، ما بتاخدهمش كلهم مره واحده، تمام. فهنا هسجل الريكورد، وبعد كده هعمل ايمج، وبعد كده هعمل فيديو. خلينا اول حاجه نسجل ريكورد. ان انا هقول له مثلا اهي اول لقطه، تمام اهي، وضفت اللقطه كمان، ما عملش اكتر من كده، وقلت له المده 3 ثواني، تمام اهي. ولما تيجي تشغل الفيديو مش هتحس حاجه خالص، تحس بس ان السحاب بيتحرك حركه بسيطه، والشجره بتتحرك حركه بسيطه، ونقدر نتحكم في الحركه دي ونخليها واضحه، تمام. طيب لا، ده انا عايز اعمل حركه بالكاميرا، عايز اعمل شغل حلو. خلاص حرك، اتحرك، اعمل بالزر الايمن، ابدا اتحرك وحرك الشغل بتاعك. خلينا نقف كده عشان يقدر يتحرك معانا اهو. وبعد ما اتحرك اهو، انا اتحركت اهو شويه ولفيت بالكاميرا. اول ما بدات تدوس باليمين بيعمل لي خطوط عشان تسهل عليا، واخد لقطه كمان وابدا اتحرك شويه كمان، واخد صوره، تمام. طيب ممكن تقف في مكانك ومجرد بس ان انت تحرك الكاميرا اهي. طيب خلينا نلغي اللي في الاول خالص، اللي هي ديت، اقف عليها وادوس ديليت كاميرا، وخلينا نبص كده. هيبدا يعمل لك الحركه، وهتاخد تقريبا 8 ثواني. طيب انا هقول له بقى موافق. بص بقى هيعمل الحركه بتاعت الزوم اهيت. اوكي. طيب خلينا نضيف مؤثر اد افكت. هتلاقي حاجات خاصه بالسن زي ديت. طب ما انا عندي سن موجود اصلا في البرنامج، بس هنا بيديني امكانيات اكتر، اتحكم في السن هاي، في السن هيدنج. طيب هوقف بس كده. السن هاي تقدر تتحكم فيها، السن هيدنج اهي، البريتنس بتاعتها كده بقت غامقه خالص كده، لا الشمس حاميه قوي، تمام. القرص بتاع الشمس برضو شكله يكبر ويصغر معاك. فدي اعدادات خاصه بالشمس، اعدادات اضافيه غير اللي احنا متعودين عليها. طيب ممكن اقول له اد افكت، واقول له انا عايز الاشعه نفسها نبدا تظهر معايا، يبدا يديك مؤثرات كده للصن. خلينا ناخد مثلا حاجه زي كده، لقطه مثلا زي كده اهي. طيب انا عايز الغي مثلا الحاجات ديت، تقدر تقف على كل واحده وهتلاقي علامه الالغاء اهي. بيبدا يلغيهم، او تدوس على العين ديت فيعمل ديسيبل ليها. طيب خلي بالك هنا، لما تقف هنا بيبدا يديك معلومات عن كم فريم في الثانية، والشغل بتاعك قد ايه، والحاجات دي كلها. فاحنا من خلال الليرات بنقدر نتحكم في ايه اللي يظهر معايا، لما بحس ان انا اقلل الاهلاك للجهاز، تمام. تعالى هنا نلغي الحاجات دي كلها. خلينا خليني اقول له انا عايز صوره عشان نشوف موضوع الشمس دوت. طبعا في حاجات تبقى حلوه قوي في هنا، انا عايز بس ايه اتحرك مثلا اشوف كده في الشمس اهو. عندي هنا مؤثر للضباب زي ما احنا شايفين، في مؤثر تاني لل، خلينا نطلع برضه كيو. انا دوست كيو عشان اطلع من فوق الشجر شويه، لان احنا عايزين نركز على موضوع الشمس.
والسحب والحاجات دي. طيب هاجي هنا اد افكت واقول له مثلا انا عايز اضيف الشمس، تمام؟ هتبدا تتحكم بقى في السن هاي، الارتفاع بتاعها، السن هيدنج اهي، تقدر تقول له البريتنس. يعني ممكن تكون الشمس مختفية ورا السحب. طيب ممكن نيجي هنا نقول له أنا عايز الأشعة بتاعت الشمس أتحكم فيها، فتقدر تزود فيها وتقلل اللينس وتزود فيها اهيت، بحيث إن أنت تدي مؤثر للأشعة. في بعض المؤثرات بيشتغلوا مع بعض، وفي بعض المؤثرات بتلاقي فيه مشكلة. في السان ستادي اللي إحنا قلنا بقى دراسة لموضوع الشمس، بتحدد أنت عايز الدراسة دي تبقى الساعة كام، تمام؟ بحيث إن أنت تعمل فيديو. خلينا نخش للفيديو أفضل، تمام؟ طيب خلينا ناخد مثلا حاجة زي كده، أو خلينا هنا أهو بس هلغي المؤثر دوت. طيب ممكن نعمل ديسيبل للحاجات ديت. طيب ممكن اجي هنا بقى اقول له ايه اد افكت، وخلينا نركز مثلا على السان ستادي، تمام؟ بيبدا بقى يقول لي انت عايزها من الساعه كام للساعه كام، الدقيقه قد ايه، الدي يبدا يدرس لك الدي. طب يقدر يدرس لك المانث، الير. بس في نقطه كده خلينا نفكر مع بعض. لا مش هو ده اللي انا عايزه، ده انا عايز في اول هنا تبقى الساعه كذا وهنا تبقى الساعه كذا، انا مش عايزها متوحده ان كلها ساعه واحده او كلها ساعه اتنين. طب اعمل ايه في حاجه زي كده؟ طيب بص انا هاجي هنا في الاول خالص، والحيله دي هتعملها في كل الفيديوهات بعد كده، تمام؟ ان انت لسه هو ما شغلتش الفيديو او جاز بس تقل شويه. طيب هاجي هنا، شايفين المؤشر دوت؟ كرييت كي فريم، هيعمل لي كي فريم هنا، تمام؟ احرك بقى شويه وراح قايل له ايه، وقف اعمل لي كي فريم تاني، تمام؟ وابدا احرك الساعه مثلا شويه. طيب هعمل بقى كي فريم كمان، احرك برضو الفيديو. اوقف وأضيف كي فريم كمان. أنا قلت له وقف، منتظر إنه يقف، تمام؟ هقول له أضيف لي كي فريم كمان وأغير. طبعًا عندي سهم ده بيخليني أروح الكي فريم اللي بعديه واللي قبليه وهكذا، تمام؟ طيب ممكن أقول له لأ، ده أنا عايز بقى كي فريم كمان هنا. شايف هو بيبدأ يقسم لي الأجزاء، وقول له بقى ايه اديني كي فريم كمان هنا، وروح مزود الاور، خليناها بالليل. وممكن بقى تيجي هنا وتضيف كي فريم، تمام؟ خلينا بقى نشوف الفيديو هيبقى طالع ازاي. بالنهار خالص اهوت، وبعد كده يبدا الوقت يتغير لحد ما يوصل بالليل خالص. ده مؤثر لما بنعمله بالبرامج التانية بياخد ساعات كتيرة جدا، تمام؟ هنا لا، بيبقى الموضوع أسهل بكتير، ماشي؟ ممكن تيجي هنا في الإفكت هنا، خلينا نعمل لقطة تانية. هتلاقي حاجات خاصة مثلا بالويزر فوق، مثلا بيعمل ضباب،
تمام، تقدر تتحكم بقى في الضباب، تقول له انا عايز كميه الضباب اللي موجوده. خلينا ناخد لاب تاني على اساس ما يختلطش الشمس مع الضباب. طيب هنا المشهد ده كويس، شوفوا انا عايز مشهد تاني ما يكونش فيه اي مؤثرات. هاجي هنا مثلا في رقم 10. تمام، احنا قلنا ريكورد هنبدأ نسجل هنا، امبورت فروم فايل، بتبدأ تسجل تدخل فيديو الصورة. تمام، اهو تختار مثلا صورة كده وتدخل معاك اهيت، فتبدأ تحط الصورة دي في وسط الفيديوهات. تمام، وتقدر تدخل فيديو. تمام، طيب خلينا نقول له ريكورد دي التابلت بتاعنا، هاخد لقطة كده، وتقدر تمشي بالكاميرا وتاخد لقطة تانية، بس أنا إيه مش تركيزي على الكاميرا، أنا تركيزي على إن أنا أعمل حاجة. تمام، طيب أقول له أوكي، وأجي نشوف المؤثرات اللي هنا. المؤثرات كنز، فيها حاجات حلوة جدا. تمام، تقدر تقول له مثلا انا عايز احط مثلا حاجات خاصه بالضباب، فتقدر تتحكم بقى في الضباب قد ايه. تمام، وخلي بالك انت عندك ديت ما تنساهاش، يعني ممكن تيجي هنا في اول اليوم تقول له انا عايز هنا في فريم والضباب بسيط خالص، وبعد كده تتحرك شويه طيب انا عايز ادخل هنا مثلا في الاخر، واقول له انا عايز اعمل ضباب، ضباب القاتل، ضباب القاتل دي اسم الرواية بتاعت نبيل فاروق رقم 49، رجل المستقبل، رجل المستحيل. طيب هاجي هنا اعملها ضباب على الاخر، لا خلينا نخفف شوية ضباب. طيب هقول له بقى اتحرك، بدأ الضباب هو ينتشر. طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل هنا نقدر نزود الفوق فالاوف هنا اللي هي اللي ورا. ممكن تقول له انا عايز البريتنس، الضباب ده يكون خفيف او تقيل زي ما انت عايز. تمام، ممكن تغير اللون بتاعه، ممكن تتحكم في البريتنس بتاعت اللوحه كلها. تمام، انا عامل ضباب كده ازرق. تمام، فدي بالنسبه للضباب مؤثرات جميله جدا وبتتحرك معاك فيديو. الرياح بقى تقدر تضيف الرياح للمشهد بتاعك. طيب لو حبيت ترجع هتدوس على السهم ده عشان ترجع. طيب خلينا نشوف بقى المطره، المطره جميله جدا. تمام، بيقول لك اول حاجه انت عايز مطره ولا عايز ثلج؟ يعني لو انا حركت كده الاخر هتلاقي خلاص كده انت بقيت في السكيم وتلج والحاجات دي كلها. تمام، طيب انت عايز الفيس بتاعها. تمام، ممكن تبدا تحرك كده. طيب انا عايز، لا يبقى في، انا بتكلم على الجزء اللي تحت دوت، لا انا عايز يبقى موجود، فتقرب كده من الزيرو ويبدا يجيب لك في كل حته. طيب انت عايز المطره دي تبقى كتيره ولا قليله ولا زي ما انت عايز. تمام، فتقدر تتحكم في الكميه بتاعتها. طيب السايز بتاعت الحبات اللي نازله، بص بقت عامله ازاي. طيب انت لو شفت في الفيديو هتلاقيها بتنزل بشكل جميل جدا اهيت. تمام، وتقدر تتحكم في ال، خلينا ارجع هنا واقول له انا الفوق مش عايزه ولا الرياح عايزها، وتقدر من الاسهم دي تخلي واحد فيهم فوق التاني او هو اللي مغطي عليه حاجه زي كده. ممكن تقول له انا عايز مثلا، خلينا مثلا في السايز في أول المشهد خالص وقف، أنا عايز هنا. عايز هنا يبقى السايز بتاعه صغير خالص. طيب وفي الآخر خالص أنا عايز بقى أتحكم في السايز بتاعه،
يبقى مش حجم دوت. تمام، فهنيجي بقى نشوف تلاقي لسه ما فيش حاجه خالص، وفرحانين بقى الجو شكله حلو النهارده والارصاد هتكون صادقه، تلاقي بقى المصيبه السوداء. تمام، طيب وناحيه الاشجار عايز يبقى موجود بشكل قوي. لا بص الاشجار ايه اتركزت عليها، ممكن نقول ان الناس كويسه والامطار رغم انها شديده خليها رين. تمام، بس احنا في الارضيه احنا مش عايزين حاجه في الارض، معنى كده ان مواسير الصرف الصحي شغاله كويس. تمام، اه كده في مطره بس ما بتنزلش، او يعني اول ما بتنزل الصرف بس شكل المطر جميل جدا. طيب عايز تضيف شويه فوق شويه ضباب ببلاش، يلا ضيف مش لازم تحط المؤثر تاني. فزي ما تشوف المؤثرات بتدي حيويه للبرنامج زي ما انت عايز. طيب خلينا نضيف افكت تاني، مثلا عندك السكاي، كل الحاجات دي خاصه بقى بالسكاي، ممكن تقول له ريل سكاي اللي هي كانت موجوده بره، بس هنا بيديك بقى امكانيه ان انت تتحكم في الهيدنج بتاعتها والبريتنس والاوفر اول بريتنس للوحه كلها، وتعكس السما زي ما انت عايز وهكذا. فبيديك بعض الامكانيات الظريفه جدا في التحكم اكتر في السكاي. برضو القمر برضو. طيب لو احنا دخلنا في الاوبجكت هتلاقي في حاجه خاصه بالميه، في حاجه خاصه باللاير فيزيبيليتي، الكاميرا ده مثلا مؤثر بيديني امكان يعني احساس ان اللي بيصور الكاميرا بتهز في ايديه. خلونا ناخد مشهد جديد عشان نفهم برضو الفكره بتاعتها. طيب انا مثلا هفترض تمام ان انا واقف هنا مثلا وخدت صوره مثلا اهي، تمام ومشيت شويه خدت صوره كمان ومشيت شويه كده ناحيتي، او خلينا ندخل جوه المبنى نطلع سنه صغيره كان في سلالم خدنا صوره كمان. طبعا وانت بتعمل الكاميرا بتحاول ان انت ما تخبطش في حاجه، يعني ما تحسش ان انت بتعدي في قلب الحيطه عادي يعني شبح وكده. تمام، خدت صوره كمان. تمام، طيب نقول له اوكي واجي هنا اقول له ان انا عايز اضيف مؤثر ان الكاميرا بتتهز في ايديا. تمام، طبعا الكاميرات الحديثه بتتجنب الموضوع دوت، بس انت ممكن تبص لما انت تتحرك كده انا مخليها زيرو فما فيش اي حركه خالص. تمام، لما تيجي تحرك بالكاميرا انت بتتحرك بدون اي مشاكل خالص. لو انت بقى جيت هنا واضفت الهزه اللي هي سناك ستريتش ديت هتلاقي ان في كان في مثلا ناس بتزق في الفرح كده وكل واحد بيهز ايديك شويه. تمام، فده مؤثر يعني ايه تقدر تقلل فيه بحيث ان هو يبقى بشكل معقول. وعندك دي تقدر تتحكم كي فريم بحيث ان في اول الفيديو يكون مثلا بشكل قوي، في نص الفيديو تقدر تتحكم فيها اكتر. طيب ممكن تتجنب الموضوع ده خالص، يعني تقول لا مش انا مش عايز المؤثر ده نهائي، انا عايز زيرو، انا مش عايز الكاميرا مش عايزها تتهز. بس في مؤثر انا عايزه ان الفيلم ده قديم، مثلا انا مثلا عامل مدينه قديمه مثلا حاجه من ايام مثلا الفراعنه او كده او القدماء المصريين، وعايز اقول لهم ان هي متصوره بكاميرا قديمه من ايام الفراعنه. تمام، فهبدا اضيف لهم مثلا ايه الكاميرا محروقه مثلا من جنب، تقدر تتحكم في في ان الفيديو ده تحس كده ان هو فيه قديم كده، انا خليته كانه هو محروق مثلا، ممكن اقللها شويه. دي مؤثر برضو لو انت مفروض الكاميرا بتلف معاك، بس عشان تعملها مظبوط اللي تقف مثلا عند الزيرو. ايوه تقف عند الزيرو، الزيرو معناه ان كده الكاميرا معاك مظبوطه. تمام، طيب ممكن بقى تقول له ايه ان في اول فيديو اول ثانيه دي هنخليها مظبوطه خالص. تمام، هقول له اظبطها لي. طيب بعد كده في اخر الفيديو، لا بلاش اخر الفيديو خليها في نص الفيديو. تمام، نص الفيديو هقول له ايه ضيف لي الكي فريم تاني
واخلي كأن مثلا ايه الكاميرا اتعملت معايا من الحقيقه بتاعت ألفريد هيتشكوك او في الاخراج السينمائي او كده يعني. تمام، ممكن تلفها تاني الناحيه التانيه بس مش بلاش بالزاويه العميقه دي. تمام، بعد كده تيجي في الكي فريم هنا وتبدا بقى تقول له ايه دخل الكي فريم تاني معكوس حاجات زي كده. طيب ممكن تزود الفوكال لينس زي ما انت عايز تقرب وتبعد لو انت حابب. فتعال نشوف بقى الفيديو ده هيبقى عامل ازاي. ايه الكاميرا كانت مستقيمه الاول وبدات تلف معايا الناحيه دي وبدات تلف معايا الناحيه دي، ففي شغل حلو. طيب انا مش عارف الناس عايزه تكمل ولا تتفرج على الماتش، اعتقد الماتش اهم. تمام، ف لو انتم ملحدين كرويا ومالكوش في كوره زي حالاتي ماشي، لو مهتمين ممكن نقف لحد كده. فايه رايكم؟ من ضمن المؤثرات اللي هي القويه جدا مثلا في الانيميشن موضوع الحركه، ان انا اعلم على الشخص واخليه يتحرك او اعمل له ماس موف. ماس موف يعني بعمل له مسار واي حاجه بتيجي في طريقه بيبدا هو يتحرك فيها. تمام، سكاي دروب. سكاي دروب دي من الحاجات الجميله جدا، ان انا ممكن اعلم بس دي اعلم مثلا على بعض الاشكال. تمام، واخليها تبدا تعملها دروب من السماء بحيث انها تبدا تظهر. ففي حيل كتيره وحاجات كويسه جدا، بس عشان بس وقت الناس وهسجل لكم فيديوهات صغيره بحيث ان تبقى المعلومه وصلت ومبقاش في حاجه ناقصه باذن الله في البرنامج. تمام، وهتلاقوا القناه بمقربي ان شاء الله الشروحات كلها حيل بحيث ان تقدروا تعملوا اشكال مثلا بلو برنت مثلا. تمام اهو بلو برنت يعني كان حاجه بترسم معاك ايه بالقلم والرصاص والحاجات ديت بيبقى شكلها ظريف. تمام، زي حاجه بالشكل ده. طبعا دي بنتحكم فيها يعني بنديها وقت في الاول تبقى بيضه خالص وبعد كده تبدا لحد ما توصل للمستوى دوت. يعني خلينا مثلا ايه نيجي هنا دي تيجي هنا في الزيرو واقول له ايه بلو برنت، واجي في الاخر خالص واقول له اعمل لي كي فريم واروح مزوده بالشكل دوت بحيث في الاول الابيض خالص وبعد كده بتبدا بقى تظهر الخطوط بعد كده بيظهر التلوين. هي الريال كونتكست تصميم في يعني بالاحداثيات الحقيقيه، انت بتعمل كل شغلك على البرنامج زي اركيكاد وريفيت وتبدا تنزله في قلب البرنامج وبنحدد نقطه معينه كلهم بيتجمعوا فيها بحيث ما يبقاش في حاجه تمشي. انا المصر ده بحبه او اللي هو البلو برنت دوت. في حاجات بتديك مؤثرات ظريفه كانت بتاخد وقت كتير قوي على ما واحد يعملها، انما هنا بتتعمل بشكل حلو. ممكن تخليها على شكل كرتون وهكذا، ممكن تعمل المؤثر اللي هو بينتنج او ووتر كلر او فيد ان او اوت وهكذا، فتلاقي حاجات كتير كويسه.